أكلة طعمها يجنن وفي نفس الوقت صحية جدا، يبقى وصفة الشوفان دي ليكم. هناخد مستين ونهرسهم في صينية بايركس ونحط عليهم نص كوباية شوفان ومعلقة قرفة وشوية فانيليا، وهنغرقهم لبن خالي الدسم ونقلبهم كويس. بعدين هنحط على الوش فراولة فروزن وندخلها الفرن لمدة 3 ساعة على درجة 200 لحد ما الشوفان يستوي، وهقدمها سخنة كده عليها شوية زبادي وشوية عسل، وبألف هنا وعافية.